لكن انت قلت لي ان سر اعجابك بسيرينا هاروني انها عارفه هي عايزه ايه بالظبط. ده حقيقي. طيب هي عايزه ايه بالظبط يا رب؟ انت ليه سالتني السؤال ده يا سيد نديم؟ لان اللي زي سيرينا هاروني بتبقى ثورتهم على الاوضاع سببها رغبتهم في الوصول بالمجتمع الى اكمل صوره. ايوه بس كلامها اللي هي بتقوله سبب ايمانها الشديد بالمجتمع الاسرائيلي ورغبتها في التخلص من الفساد اللي فيه. بالتالي الظروف اللي مرت بها اسرائيل في الكام سنه اللي فاتوا اثرت على نشاط الشركه بشكل ملحوظ. هو حقيقي فعلا نشاط الشركه اتاثر عندي خصوصا بعد اورلو ظروف ما سابني. احسن انه سابك. وقتها ما بتتعبش من الكلام، الساعة بقت 2 إلا 5. ما هو لاحظ سيادتك كمان اني ما بتكلمش هناك. تصور واحد بقاله 4 سنين بيسمعه بس. انت تروح ترتاح لك شوية دلوقتي، ان لسه قدامنا شغل كتير في الكام يوم اللي جايين. هو احنا لسه قدامنا معاك فلوس كفاية؟ ايه ده؟ انت اكيد محتاج فلوس اليومين دول. انا اخدت شيك النهارده الصبح من ادرياتيكا. شيك ده بتاع ماجي تورز. انت محتاج انك تتفسح وتشتري هدوم وتعمل شوبينج وتجيب هدايا. سيد نديم انا دي فلوسك يا رأفت. حقك. فلوسي؟ حقي؟ انت ناسي يا سيد ان مرتبك بيتحول كل شهر على البنك من يوم ما سافرت لحد النهارده. يلا بكره في نفس الميعاد. بكره في نفس الميعاد. ما تنساش النهارده وانت داخل اللوكاندا لازم يبان عليك انك انت قضيت ليلة عظيمة. إلا بالمناسبة يا سيد نديم كان نفسي أسألك على حاجة من ساعة ما جيت. مستني إيه؟ اللي أنت لما قابلتني امبارح بالليل كنت سكران بصحيح؟ ها؟ ها؟